صباح الخير. صباح النور. كله انصدم عم بيطلع بالشيف منى وناطرين لتخبرنا ليش هي هون. صباح الخير شيف. صباح الخير. اليوم حتنضموا لشيف مارون، شيف بوبي وليا لمتابعة اختبار فريد من نوعه في توب شيف. أبطاله احنا ما بنطبخ، من بيطبخ يعني. فتحت الشاشة وشفنا فيصل، عبد العزيز وعفيفي لابسين الجاكيت السوداء متاع توب شيف. رحت شفتهم ثلاثة راجعين. شيف محمد عفيفي، شيف عبد العزيز. أخذت فرصة تانية إن أنا أرجع للمنافسة في توب شيف، بس في نفس الوقت أنا رجعت ومش عارف إيه هو اللي مستنيني. شيف فيصل، أهلا وسهلا فيكم من جديد في مطبخ توب شيف. هتشهدوا على عودة واحد من المغادرين للمسابقة. احنا قاتلنا لما نوصل هالمرحلة، فانا احد يقدر يرجع كذي شوي يخوف، مو احساس حلو. نلتقي اول ما يبدأ زملائكم في الطهي. تجلس لي اليوم. كل واحد عنده فرصة للعودة، ولكن فيصل هو اللي راح في الاخير واخدم اكثر وللحكام اكثر. وحيد الله اشتقت لهم انا والله العظيم. حلو ان نلتقي من جديد في مطبخ توب شيف، رجعت ونورت المكان. الله يخليك، نور فيك. شعور جميل جدا نرجع المكان عانينا فيه واستمتعنا فيه كثير. شيف مارون وشيف بوب انضموا لي في ذا الاختبار لانهم سبقوا وتزوقوا الاطباق اللي حتحضروها اليوم. ابتديت شويه اترجم من الاطباق دي ان احنا عملناها قبل كده، بس ما كنتش عارف عملناها في انه تحدي بالظبط. قاعد افتور في بالي الاطباق الثمانية والتسعة اللي انا سويتها بالاسابيع الماضيه، انه هل يكون بط، هل يكون حمام، هل يكون سليق، الا انكم حتقدموها بطريقه مختلفه. اكيد الموضوع يعني مش سهل خالص. في 60 دقيقة اللي جاية المطلوب منكم تحويل الطبق اللي تسبب بخروجكم من توب شيف للطبق اللي حيعيدكم للمنافسة. فكرة صعبة جدا، لأني أنا كنت مقتنع بالطبق بتاعي قبل ما أخرج وبعد ما خرجت. فكرة إن أنا أعمل طبق بنفس المكونات وأخلي فيه اختلاف جذري، ده مش سهل. شيف محمد عفيفي حتعيد تحضير طبق مستوحى من عنصر الهواء. يا شيف. شيف عبد العزيز، المطلوب انك تخلي من سليق الدجاج والدقوس على طريقه الستريت فود افضل طبق في حياتك. هنا سليق جدا سهل ودائما انا اسويه، بس المعاناه فيها هي مع الوقت، بس انه برضه ما راح افوت هذه الفرصه، بحاول قد ما اقدر اني انتصر اليوم وارجع للمنافسه من جديد. شيف فيصل، السمسم اللي خرجك من المنافسه ممكن انه يرجعك ليها من خلال طبق الحلا اللي حضرته الاسبوع اللي فات.